سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير تلتقي مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميرك الألمانية لأنشطتها التعاونية والخيرية في جات. وزير الثقافة والشباب والرياضة والسياحة جيبير يونس يلتقي بعدد من المختصين في مجال السياحة بالعاصمة الفرنسية باريس. حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح يقوم بزيارة إلى مدينة باغا سلة بالمنطقة العسكرية رقم 4 وذلك تشجيع الجنود على مكافحة الإرهاب والقبض على بعض من عناصر بوكو حرام الإرهابية. السابعة مساء النشرة الرئيسية، أهلا وسهلا بكم. التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميرك الألمانية وذلك بعد إطلاق أنشطتها الخيرية والتعاونية في تشاد. التفاصيل لدى رشاد حسن طه. التعاون والشراكة في تنفيذ جملة من المشاريع التعاونية بين مؤسستي القلب الكبير ومؤسسة ميرك ورفعها إلى آفاق أرحب، وانطلاقة أنشطة المؤسسة الألمانية بتشاد هو هدف المقابلة التي جمع سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير برئيس مجلس الإدارة بمؤسسة ميرك الدكتور فرانك بيرك، الذي ناقش آفاق التعاون في مشاريع البر والنماء وتجديد الشراكة والتنسيق بين المؤسستين فيما يعود بالنفع والخير على المجتمع. المناسبة التي حضرتها الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير وعدد من أعضائها، قال فيها بيرك إن مؤسسته التي تنتمي إلى شركة ميرك الألمانية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا وتهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ورفاهية الشعب، وسوف تعمل وتقف مساعدة ومؤازرة لمؤسسة القلب الكبير. سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بدورها أثنت على الجهود التي تقوم بها مؤسسة ميرك في مساعدة المرضى بالعالم وتمييزها في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية وغيرها من مجالات التخصص. وتقوم المؤسسة بجهود متواصلة لتقديم أفضل المنتجات والعمل البرامج المبتكرة لدعم المرضى، حيث تسعى دائما إلى دعم المرضى وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى التي ترمي إلى نفس الهدف. ووفقا لما ذكرته رشا كيلتش الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، فإن هذه الشراكة تخطط أيضا للتدخل في مجال الصحة الأنجابية. التقى وزير ثقافة الشباب والرياضة جيبير يونس برفقة المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أبو بكر روزي بعدد من المختصين في مجال السياحة بالعاصمة الفرنسية باريس. المزيد لدى آدم حسن مكاوي. السياحة تشكل جانبا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولين عن قطاع السياحة وعلى رأسهم وزير الثقافة والسياحة والشباب والرياضة جيبير يونس يسعون إلى نهضة هذا القطاع بعقد العديد من اللقاءات مع المتخصصين في مجال السياحة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمحور اللقاء حول كيفية تطوير السباق الصحراوي الذي يعد أكثر هواته الأوروبيين. وزير الثقافة والسياحة والشباب والرياضة جيبير يونس خلال اجتماعاته المختلفة أكد بأن البلاد قد بذلت جهدا كبيرا في تنمية السياحة ومواقع التراث الطبيعي. منسق الهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية بكر روزي تاجيل بدوره ركز في أهمية سباقات الصحراء التي تجذب السياحة، ولا سيما أن تشاد تمتلك مساحات صحراوية شاسعة. وانتهز وزير الثقافة والسياحة والشباب والرياضة جيبير يونس الفرصة ليطلق نداء للمتخصصين في مجال السياحة من أجل تشجيع السياح بالقدوم إلى تشاد، وأن آليات السفر إلى تشاد ليست بالمعقدة. ونشير إلى أن الوزير سيجري العديد من اللقاءات لتطوير المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية أيضا بالعاصمة الفرنسية باريس. وزيرة الإعلام والتكنولوجيا الحديثة مادلين ألينغي ممثلة لرئيس الجمهورية تفتتح أعمال الدورة الأولى للأسبوع الصحافة وتحدياتها المنظم من قبل جمعية أرباب وقيادات الصحف التشادية بحضور عدد كبير من الصحفيين. خليل حسن. لقاء هو الأول من نوعه لأرباب وقيادات الصحف التشادية
يحتضنه أسبوع الصحافة وتحدياتها في نسخته الأولى التي جاءت تحت شعار الصحافة الكادية في مواجهة التحديات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية للتطوير والسلام، حيث بدأ هذا الأسبوع بمسرحية عكست واقع الصحف الكادية وممارساتها غير المهنية. رئيس أرباب الصحف الكادية ألهندوم جيدا قال إن مجموعة من ملاك الصحف الورقية والإلكترونية تجمعوا للتفاكر حول عائدات الصحف الوطنية، حيث أن الصحف في تشاد بعيدة كل البعد عن كونها مؤسسات إعلامية قادرة على احتواء الشباب وإعطائهم خطة لإحداث نقلة نوعية. وأشار جيدا بأن منظمتهم ستعمل من أجل الدفاع عن الملكية الفكرية والاقتصادية للمؤسسات الإعلامية. وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة والإعلام مادلين ألينغي ممثلة لرئيس الجمهورية نوهت بالديمقراطية الوليدة في تشاد والتي أتاحت الفرص أمام الصحافة الوطنية كي تمارس نشاطها في التعبير الحر وإبراز الحقائق وتنشيط العمل الصحفي، مشيرة إلى اهتمام السلطات بهذه المهنة، داعية الصحفيين إلى احترام البنود المتعلقة بالصحافة وممارسة العمل بمهنية ووفق القواعد الأخلاقية للصحافة. لتعلن بذلك مادلين ألينغي افتتاح أسبوع الصحافة وتحدياتها الذي سيناقش عدة مواضيع تتعلق بحرية الصحافة ودورها في إرساء قواعد الديمقراطية والسلام الاجتماعي. قدم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بيوم مالوم أدريان قدم بيانا أمام ممثلي الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بالبلاد، تطرق في هذا البيان إلى الإشكاليات المتعلقة بالامتحانات لنيل الدبلوم الفني العالي. نستمع إلى جزء من هذا البيان، ترجمة البيان مدير الامتحانات والمسابقات العليا بالوزارة. Nous comptabilisons environ 130 établissements privés. ما تعلمون الامتحان البيتات ناشونال في تعليم العالي الخاص مفروض الجامعات قروا للطلاب، ولكن امتحان يخص الحكومة في قانون رقم 32 كونا في القانون ده بيقول ونكس بورغانيزي البكالوريا والبيتات ناشونال. الامتحان البيتات ناشونال ده سنتين بعد البكالوريس، من بعد ونكس يورغانيزي الامتحان، والامتحان ده امتحان ناشونال مفروض يعني كلهم يجوا، ولكن للاسف الصداع راب البروموشن. السنه عندنا ناقص من 200 طلاب عندنا، ده اصلا ما ممكن، مفروض نلقوا 2000 ما لا ناس دجروا ما يجوا يجوا الامتحان. هل يخافوا من الامتحان؟ هل يلد يعني ما قروا ما دين؟ هل يعني شغل ما عندهم كفاءه؟ ده السؤال للوزير التعليم العالي قال، وخاصة امتحان ده ريبورتي لأسبوعين قدام، ومن بعد قال لهم للمساهيل الجامعات الخاصة دي ليسوي جهودهم كده لأسبوعين ده يجوا يعني يجيبوا طلابهم الآخرين بيمتحنوا. والحكومة تعرف الشهادة مرقت من الله. قام حاكم إقليم البحيرة محمد أبا علي صلاح بزيارة إلى مدينة باجاسولا المنطقة العسكرية التي تحمل رقم 4 بهدف تشجيع الجنود على مكافحة الإرهاب والقبض على 2 من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية. المزيد لدى عبد الرحمن آدم رحمة. بينما تقوم قوات الدفاع والأمن مترابطة لجماعة البوكو حرام بإقليم البحيرة، إلا أنه ما زالت النوايا السيئة لأفراد جماعة البوكو حرام تتواصل. ونسبة للعين الساهرة لقوات الدفاع والأمن، فقد تمكنوا من إلقاء القبض على فردين، صالح إبراهيم ومحمد يرنيك، اللذان أكدا انتمائهما لجماعة البوكو حرام وهم متخصصان في أخذ النساء وأشياء أخرى.
الأمر الذي ترك حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح أن يسجل زيارة تشجيعية للمنطقة العسكرية رقم 4 بمدينة بغسلة، وذلك بهدف رفع معنويات العسكريين وحثهم إلى مضاعفة الجهود وأن يكونوا يقظين من أجل تنظيف المنطقة من الإرهاب. زيارة عشان نشكر فرز سيكوريتي هنا زون ده ومشي لورينا من يامات ده من مشاكل هنا نيجيريا مرق عندنا أوبراسيون من كوتي هنا نيجيريا كتير أجل الناس أنا بوكو حرام ناسومو جاي سو انفلتراسيون ورينا كريي فورس ميكس موبيل عشان يسوي باتري ترابايا لقا يبقى دو حس الناس لقو ناس تنين إلما أنا بوكو حرام يورو عشان شاف حقهم اسمه إبراهيم جار السلام مشيل أوين وأسكر دا كربون لا أول مرة كل مرة إن من مشاكل دينا بكو حرام كان رو بكو حرام كان كرمنا محلزة نسلمو لجستيس الجستيس يسوي هدمانا. منسق المنطقة العسكرية رقم 4 الجنرال دحب سعيد شكر الحاكم وأكد بأن مثل هذه الخطوات ترفع من معنوياتهم. فأنا نشكره كتير فجيت للحاكم لك ما أول مرة ما تاني مرة نحن كجيش دا دارين كرجل يعني يشجينا بس لو كانوا ملكي لو كانوا عسكري لكن أنا بكل جيش الهندي وكل ضباط الهندي لحد جنود الهندنا نحن نشكره للسيد الحاكم ألف شكر. ومن ثم فقد توقف محمد أبا علي صلاح بقلي كلكمه وعقد لقاء مع الآئدين والمتخلين عن بوكو حرام والذين يتقارب عددهم نحو 280 فردا بعد أن رأوا أن هذه الأفعال الشنيئة لا تمد إلى الإنسانية بصلة. وفي نهاية المناسبة فقد أعطى حاكم إقليم البحيرة توجيهات قوية وطلب منهم التمسك بمثل هذه الصفات التي تريدها السلطات العليا بالبلاد. عمدة مدينة أنجمينة مريم جمعة عبيد تعقد مؤتمرا صحفيا يتعلق بتنظيم عملية الرعي وعدم إطلاق المواشي والتي سوف يتم مصادرتها في حالة مخالفة هذا القرار. لا عذر لمن أنذر، لا يجوز تربية المواشي ولا سرحانها داخل العاصمة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لعمدة بلدية أنجمينة تذكيرا للرعاة للمرة الأخيرة بضرورة تطبيق المرسوم 261 الصادر في العام 1975 من المجلس الأعلى العسكري وكذا قانون عام 2000 الذي يمنع سرحان المواشي داخل العاصمة. هذا وقد عقدت العمدة عدة لقاءات مع الرعاة في الأيام الماضية وأخطرتهم بالقوانين، غير أن الرعاة ومربي المواشي لم يأخذوا الأمر بجدية. قامت العمدة بتغريمهم أيضا لم يجدي نفعا، وعليه تطلب البلدية من الرعاة من اليوم سوينا كونفرنس اليوم ده كن اليوم كل أننا نمشي ونطبخ قوانيننا الدولة والناس ده يمرقوا من المكان ده يمرقوا ده. هنا ما قلنا لم يمرقوا مرة واحد، يمرقوا 30 كيلومتر. كم مرقوا 30 كيلومتر يقدروا يجي يساوقوا لبنهم ويساوقوا بطريقة الرسمي، ما يساوقوا بنادم، ما يساوقوا ببنات. تداخل ممثلو وسائل الإعلام بأسئلة حول الإشكاليات التي قد تواجه الرعاة خارج العاصمة خاصة أمر المرحال، هل تجد البلدية حلا لهذه المعضلة؟ سبق أن أصدرت العديد من القرارات، ما الضمان لنجاح هذا القرار؟ ردت العمدة بأنه لا توجد إشكالية في جانب المرعى ولا المرحال للرعاة وأن القوانين ستطبق بحسب ذافيرها، لا أحد فوق القانون. التكس ده بقول أي بهيمة، ما قال جمل وهيدا، عشان علينا شفناها أن الجمل ده بيجي لنا أكسيدان كتير وبيجي فضائح كله كتير قايل ببقى ده، قلنا اليوم ده خاص للقلب. لكن الخنم ده في ناس في عندهم خنم في البيت كان خلوهم مرقوا ده، الميري أنا الأرندسما قايل، البوليس مينيسيبال يونيتي أنا الأرندسما ده كله قايل ما بخليهم بحاكمه. الناس اللي بيجيبوا بهايمهم للسوق كيف نسوا؟ قلت اللي بيجيبوا بهايمهم للسوق ده هم عندهم راعي بيجيبهم، الراعي ده بيجي الساعة 5 هنا فجر
للتذكير رئيس الكونفدرالية الوطنية للرعاة في تشاد بشار دريب فقد أكد موافقة الكونفدرالية بقرار البلدية وأنهم سيقومون بتوعية الرعاة حول القرار، بينما شيخ الرحل محمد يوسف فقد أوضح بأنهم يغادرون العاصمة دون تردد. قدم رئيس نادي الأسود الدولي مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى موعد انعقاد مؤتمر النادي والنشاطات، جزء من حديثه. هذه الصباح نحن في نقطة صحفية لنوجه للجمهور نشاطات نادي الأسود الدولي في اتفاقية مؤتمرية تحصل في بداية أسبوع، أول أسبوع شهر 5 من يوم 1 ليوم 6. وفي الأسبوع ده نحن منتظرين أصحابنا الأسود يجوا في نجمينا حوالي بين 800 و 1000 معزوم يجي يحضر مؤتمر الأسبوعي زي ما يحصل في أي سنة. نحن نختاره بلد يدينا من وقت أسبوع ويلاقي الضيوف، وفي الأسبوع ده نعمل. ونحن قبل ما نوريكم الكلام نوضح لكم نشاطات حصلت، لأنه نادي الأسود الدولي اتكونت في عام 1917 في شيكاغو، انتشر ووصل في تشاد عام 1956. أول نادي كونه في نجمينا نادي لايونز كلوب دويان نجمينا دويان، وبعدين لخيط اليوم في نجمينا عندنا 6 نوادي، كل دي في تبعية المؤتمر يكون تحت أشعار الرئيس الدولة يكون في الأسبوع الوطني. ونحن برضو هنا في تشاد نكون تحت شعار رئيس الجمهورية. واختتمت فعاليات دورة تدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح القابلات بإقليم والداية، تتعلق الدورة حول صحة الإنجاب. محمد حسن آدم وتفاصيل هذه الدورة. إن الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني الفوناب، والتي جاءت بهدف تقوية كفاءات المولدات التقليديات والتي استمرت لمدة 4 أيام، سمحت للقابلات التقليديات اكتساب خبرات ومعارف جديدة في مجال صحة الإنجاب. لكن لقينا فكري، أنا تقريباً 30 سنة بخدم في الولادة انت البيت، لكن النبي عتاب لقيته المرض زمان قعدوها في التراب، هسه لقينا بقعدوها بالكتكت وفي السرير الدكتور بولدتها. بعد ما ولدتها العالية الصحية تشيفة بطيها، كان الجيل ناشف بطيها جلوكوز وبداويها وبتقوم نشيطة وبتقوم شيء جسمها جابر. أول مرة كان جابر نقول لا انت خلبانك كتابي يزيد الى ما تلقي اخير احسن نودع في اللقطات المره الثالثه بالاخر سيها والسلام وصغيره اخر سيها والسلام. محافظ مقاطعة بلتن عبد الرحمن عبد الكريم جوري في كلمته الختامية لأعمال الورشة طلب من المستفيدات التطبيق الفعلي لما تلقوه من معلومات في أعمالهم المستقبلية. كما عبرنا بعض من المستفيدات عن شعورهن وقدمنا شكرهن اللامحدود لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير على دعمها المتواصل ووقوفها الدائم بجانب شرائح المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات مشاركة إلى جانب أدوات ولوازم العمل بغية السماح للنساء الدايات مزاولة أعمالهن بالصورة المطلوبة. نظم فريق الأمم المتحدة العامل في مكافحة الإرهاب في العالم مؤتمرا صحفيا ألقي الضوء فيه على الجهود التي بذلتها تشاد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا. محمد آدم محمد.
بطلب من الحكومة التشادية لتقوية علاقاتها مع منظمة الأمم المتحدة في سبيل مكافحة المرتزقة وتجنيد الغير الشرعي. فإن فريق الأمم المتحدة لمكافحة المرتزقة والذي يقوده باتريسيا أريا من أجل تسليط الضوء على المجهودات المبذولة لمحاربة الإرهاب، هذا وقد نظم الفريق مؤتمرا صحفيا حول نتائج وتوصيات التي تحصلوا عليها خلال إقامتهم في البلاد عبر اللقاءات مع المسؤولين في المؤسسات الأمنية. خلال ترأسها للمؤتمر تطرقت إلى العديد من القضايا الملحة التي تخص البلاد، سيما قضية مكافحة الإرهاب والمرتزقة وانتهاك حقوق الإنسان، وحثت المجهودات الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة التشادية لمكافحة المجموعات المتطرفة سيما مجموعة بوكو حرام. وأضافت باتريسيا أن المجتمع الدولي نسي الدور التي تلعبه تشاد في سبيل جلب الأمن والسلام في دول الإفريقية، ونادت بضرورة التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والبلاد بتوعية المجتمع التشادي لئلا ينخرط مع المجموعات المتطرفة. كما شهد المؤتمر تساؤلات واستفسارات عدة من قبل الصحفيين، وقد لقت أجوبة مقنعة من قبل المؤتمرين، وتجري الإشارة إلى أن زيارة فريق الأمم المتحدة والتي امتدت أكثر من أسبوع خرجت بمخرجات ونتائج، ومن المتوقع أن تعرض في سبتمبر القادم في جنيف العاصمة السويسرية. وعقد حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم نكو شرف الدين لقاء مع المسؤولين الإداريين حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. أرجون محمد أحمد. المنتدى الوطني الشامل الذي أقد في شهر مارس المنصرم يعتبر إرثا تاريخيا كبيرا للشعب التشادي، وبهذا الخصوص جاء هذا اللقاء الذي جمع حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم نكي شرف الدين مع سكان المنطقة والمسؤولين الإداريين بهدف تنويرهم حول مستجدات ومخرجات المنتدى الوطني الشامل، حيث طلب الحاكم من جميع السكان التمسك بالنتائج التي خرج بها المنتدى وتوصيلها إلى كل المواطنين. أما مقرر البعثة على رابي هو الآخر أشاد بمخرجات المنتدى التي قلصت بميلاد الجمهورية الرابعة، كما طلب من النساء أيضا المساهمة في نشاطات الحكومة الرامية إلى تنمية وتطوير البلاد. وإلى الزيارة التي قامت بها بعثة من الصندوق الوطني للتدريب المهني والمشروع الإقليمي لدعم الراعي بالساحل إلى مدينة آتيا، قامت من خلالها بعقد دورات تدريبية لصالح عدد من العاملين بالمنظمات المهنية للرعاة. طاهر جبرين الحر. الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني والمشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل يطلقان عملية تشخيص وتدريب لأعضاء المنظمات المهنية العاملة في مجال الثروة الحيوانية بالبطحاء، وتهدف العملية إلى إنشاء وحدة محلية لدعم التدريب. فالتدريب المستمر يضمن إلمام الرعاة ورواد الثروة الحيوانية بالخبرات والمبادئ التي من شأنها الإسهام في تطوير هذا القطاع الذي يعد إلى جانب الزراعة موردين أساسيين في اقتصادنا الوطني. لذا دعا مسؤول التدريب بالفوناب عثمان الدردير مهدي المشاركين إلى الإصغاء الجيد للمدربين تحقيقا لأهداف الدورة. منظمة البرابشة ده كان كلفت الصندوق عشان تقوم بكل الأعمال بخصوص التدريب، كلفوا للصندوق عشان يعمل التدريب للأوين وللناس اللي بيقدموا في الثروة الحيوانية، عشان ده نحن نجي نشوفوه ونقروم الشيء اللي ندورون نسولهم من هنا لقدام، خاصة للفيدراسيون عن الإليفاش عن البطحة. أما المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بالبطحة يوسف خميس أرامي أوضح أن وحدة دعم التدريب التي سيتم إنشاؤها في نهاية هذه الدورة ستلعب دور الوسيط ما بين فاعلي القطاع والمشروع من جهة، وبينها وبين المندوبية من جهة أخرى. هذا ونشير إلى أن الدورة جمعت مشاركين من الجنسين بالتناصف. وصل حاكم إقليم والداي أدم فورتي وصل إلى مدينة أدري حضرة مقاطعة السين، ولدى وصوله استقبله محافظ المقاطعة محمد عبد الكريم علي وبعض من المسؤولين العسكريين والمدنيين بالمنطقة. تعتبر زيارة حاكم الإقليم للمنطقة تأتي في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر تطوير وتنمية الحدود التشادية السودانية الذي منتظر أن يبدأ في 24 من أبريل الجاري بمدينة الجنينة.
نظم نادي المونا مسابقة في اللغة الإنجليزية لإحدى عشر من ثانويات العاصمة جمالة بالتعاون مع المركز الأمريكي. ياسر محمد وتفاصيل هذه المسابقة. يبدو أن هذا الخبر لم يجهز بعد. شهدت قاعة الاحتفالات ببلدية أنجمينة مناسبة تقديم كأس البطولة الجيش والوحدات الداعمة للجيش لكرة القدم الذي توج به فريق أنجمينة لكرة القدم للشرطة البلدية. آدم حسن مكاوي. كأس بطولة الجيش والوحدات الداعمة للجيش لكرة القدم دورة 18 و2000 قد أصبح بهذا التقديم في أحضان أدراج بلدية أنجمينة بعد أن توج نادي أنجمينة لكرة القدم لشرطة البلدية بلقب البطولة عقب فوزه على فريق قوات الدرك الوطني في نهائي بطولة الجيش والوحدات الداعمة. رئيس نادي أنجمينة لكرة القدم في خطابه أكد بأن هذا التتويج جاء نتيجة لثمرة جهود وأعمال جادة حققت هذا الانتصار. حزنا على الكأس وكان ذلك يرجع إلى الحس الرياضي القوي الذي وجدناه عند اللعيبة، الحس الكبير عند المدرب. ولنا هنا أن نقول لسكان مدينة أنجمينة يمكن إن شاء الله حتى من العدم أن نجد فريقا يمكن أن يصل إن شاء الله إلى الآفاق. من جانبها عمدة بلدية أنجمينة مريم جمع بيت أبدت عن سرورها وفرحتها بهذا الإنجاز رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات التي واجهت الفريق، مشيرة إلى أن البلدية ستعمل من أجل توفير الإمكانيات للفريق لتحقيق أكبر تتويج رياضي على مستوى البطولة الوطنية. كما شهدت المناسبة تقديم شهادات للطقم الفني للفريق عرفانا بجهودهم المبذولة في إنجاح وتفوق نادي أنجمينة لكرة القدم. وفي الرياضة أيضا وفعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا بالتعاون مع الفيدرالية التشادية لكرة القدم لصالح مدربي كرة القدم النسائية. عباس أبكر. استفاد أكثر من 30 متدرب ومتدربة لكرة القدم النسائية التشادية من اللوائح الدولية لكرة القدم النسائية أثناء مشاركتهم في الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها الفيدرالية الدولية الفيفا بالتنسيق مع الفيدرالية التشادية لكرة القدم التي تهدف إلى رفع مستوى مدربي كرة القدم النسائية التشادية. كلمة شكر وتقدير وكذا متطلبات التي توحي إلى تكثيف الدورات التدريبية لمدربي كرة القدم النسائية التشادية، وهذا لا يتأتى إلا عبر الفيفا والفيدرالية التشادية لكرة القدم. الخبير لدى الفيدرالية الدولية ناشد بالمستوى الفني للمتدربين رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم محمود مختار في كلمته الختامية للدورة، أوضح بأن تدريب المدربين لكرة القدم النسائية بين حين وأخرى تساعد على تحسين مستوى المدربين. وفي ختام المناسبة وزعت إفادات للمتدربين الذين شاركوا في الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها الفيدرالية التشادية لكرة القدم بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا. أعزائي المشاهدين، وصلتنا للتو مجموعة من المراسيم الرئاسية مرسوم رقم 979 باقتراح بتعيين ملحق عسكري بسفارة تشاد لدى الجمهورية الفرنسية باريس باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. المادة الأولى تم تعيين السيد العميد أحمد كوسو مرسال ملحقا عسكريا بسفارة جمهورية تشاد لدى الجمهورية الفرنسية باريس خلفا للعميد أحمد كوغري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينة 23 أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.
رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، مرسوم رقم 980، تعيين متحدث رسمي بوزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي المادة الأولى، عين السيد أحمد مكائلة متحدثا رسميا لوزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي منصب جديد. المادة الثانية، على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز تنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمنا 23 أبريل 2018 التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي يقضي بتعيين مستشار اقتصادي بسفارة جمهورية تشاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. المادة الأولى، باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، المادة الأولى، عين السيد يوسف شابادين مستشارا اقتصاديا بسفارة جمهورية تشاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن خلفا للسيد صديق فضل كتر زكريا الذي تم استدعائه. المادة الثانية، يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم الصادر بالتاريخ 23 أبريل 2012. المادة الثالثة، على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي التعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم ومن تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمنا 23 أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي يقضي باستدعاء القنصل العام لجمهورية تشاد بدبي الإمارات العربية المتحدة. المادة الأولى، استدعي السيد موسى أحمد تاج الدين القنصل العام لجمهورية تشاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مقيم بدبي. المادة الثانية، يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2012. المادة الثالثة، على كل من وزير الشؤون الخارجية التكامل الأفريقي التعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمنا 23 أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الخارجية والتكامل والتعاون الدولي، استدعاء الملحق القنصلي بالخلية القنصلية لجمهورية تشاد بقروة جمهورية الكاميرون. باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، استدعي السيد حامد عمر نصر الملحق القنصلي للخلية القنصلية لجمهورية تشاد في قروة جمهورية الكاميرون. المادة الثانية، يلغي هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة له خاصة المرسوم رقم 1740 صادر ب 2006 بتاريخ 20 نوفمبر 2006. المادة الثالثة، يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة الرابعة، على كل من وزير الشؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمنا 23 أبريل 2018. وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، استدعاء موظفي السلك الدبلوماسي العاملين بسفارات جمهورية تشاد في الخارج. باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، المادة الأولى، استدعيت الشخصيات العاملة في السلك الدبلوماسي التالية أسماؤهم: سفارة جمهورية تشاد بنيامي ملحق السفارة السيد محمد إبراهيم كليفي، سفارة جمهورية تشاد ببرازافيل المستشار الأول السيد محمد علي الحاج، سفارة جمهورية بمالابو المستشار الأول السيد توري موسى عبد الله،
الملحق سفارة جمهورية الرياض عفوا سفارة جمهورية تشاد بالرياض الملحق بالسفارة السيد أحمد تجاني مصطفى. المادة الثانية يستفيد المعنيون من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي يقضى بتعيين حكام بالأقاليم باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم حكاما بالأقاليم الآتية: إقليم بحر الغزال الحاكم أحمد حسين مجني خلفا لطاهر بركعي، إقليم إنيدي الغربي الحاكم كيدل يونس خلفا لأنغرباجو أنغربوجي جاكوب. المادة الثانية على كل من وزير إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصي بتنفيذ وتطبيق هذا المرسوم الذي يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي تعيين حكام حاكم إقليم باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. المادة الأولى تم تعيين السيد تيجيني إديبي بيرد حاكم الإقليم إنيدي الشرقي خلفا للسيد حسن جربو. المادة الثانية على كل من وزير إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل 2018 التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان تعيين كتبة بالمحكمة العليا باقتراح من وزير العدل المكلفة بحقوق الإنسان. المادة الأولى تم تعيين الشخصيتين الآتية أسماءهم كتبة بالمحكمة العليا وهما أسرنجار إدماجي ومحمد آتي عبد الله آتي. المادة الثانية على كل من وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة البنية التحتية وفك العزلة والطيران المدني تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب مسؤولية بالوكالة الوطنية للإرصاد الجوي باقتراح من وزير البنية التحتية فك العزلة والطيران المدني. المادة الأولى تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم في مناصب بالوكالة الوطنية للإرصاد الجوي: الإدارة العامة للوكالة الوطنية للإرصاد الجوي المدير العام السيد بايتوم إلي منصب شاغر، نائب المدير العام السيد حامد أبكر سليمان منصب شاغر، إدارة استغلال وتطبيق الإرصاد المدير السيد كادبي تيكري لامبير منصب شاغر، إدارة مصلحة الخدمات الإدارية والمالية السيدة أمينة محمد يحيى منصب شاغر. المادة الثانية على كل من وزير البنية التحتية فك العزلة والطيران المدني وزير المالية والميزانية مكلفان كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أعزائي المشاهدين بهذه المراسيم الرئاسية ننهي النشرة لهذا المساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار في أمان الله.